تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، وتحياتي للكابتن عدلي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا يعني اجواء يمكن صعبه شويه هنا في الجابون في اطار طبعا استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق مدان الجابون في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. لكن الشيء المهم الصوت بيروح، هو ان النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه. سامعني كده يا كابتن عدلي؟ ايوه اتفضل. تمام. الاهلي مركز طبعا، الجهاز الفني، كابتن حسام البدري، اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراه رغم ان نتيجه المباراه الذهاب في القاهره واللي قدر النادي الاهلي انه يفوز بيها بنتيجه مريحه نسبيا وهي 4-0. لكن كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين ان نتيجه مباراه الذهاب مش مقياس لمباراه العوده، وايضا مش مقياس للمستوى اللي ظهر به فريق منانا الجابوني في المباراه الاولى. كابتن حسام البدري بالحرف كده قال للاعبين ان ده مش المستوى الحقيقي بالنسبه لفريق منانا الجابوني في مباراه الذهاب، قال هنشوف منهم مستوى مختلف جدا هنا في الجابون، خصوصا في الاجواء الصعبه شويه. خلينا اقول لك يا كابتن عادل يا كابتن ابراهيم، يمكن درجات الحراره هنا عاليه جدا والرطوبه عاليه جدا، يعني فور وصول الفريق بالامس يمكن كانت درجه الحراره حوالي 36 درجه مئويه، وكابتن حسام البدري اصر طبعا هو الجهاز الفني ان يكون في مران فور وصول الفريق بالامس عشان من خلاله يقدر يفك العضلات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بعد رحله اجهاد بالنسبه للفريق طبعا من القاهره ترانزيت في اثيوبيا ثم من مطار اديس ابابا للجابون، رحله استغرقت حوالي 11 او 12 ساعه، فبالتالي كان في اجهاد كبير جدا بالنسبه للاعبين. الكابتن حسام البدري فضل بالامس ان يكون في تدريب استشفائي بالنسبه للاعبين بشكل كامل، وده اللي فعلا حصل بالامس. ايضا خلال مران الامس يمكن سعد سمير مدافع الفريق ما شاركش في التقسيمه مع نهايه المران، كان عنده بعض الاجهاد الزايد شويه، فقرر او كابتن حسام البدري قرر ان هو يديله راحه من التقسيمه واكتفى بالجري حوالين الملعب. لكن بالنسبه لمران النهارده جميع اللاعبين شاركوا بشكل جيد جدا، مران النهارده كان بدني قوي، كان في بعض الجوانب التكتيكيه اللي ركز عليها الكابتن حسام البدري، والواضح ان هو عايز فكر معين ينفذه خلال هذه المباراه، وايضا شارك سعد سمير في التقسيمه النهائيه او اللي كانت مع نهايه المران النهارده، هو المران الثاني بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لكن الاجواء بشكل عام ماشيه بشكل جيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا كابتن عدلي ويا كابتن ابراهيم، مقر الاقامه جيد بالنسبه للفريق، كويس بالنسبه لهم قبل طبعا مباراه العوده امام فريق منانا الجابوني. بالنسبه للاخبار بعد اللاعبين، جونيور اجايب حتى الان لسه ما وصلش هنا الجابون بسبب بعض الاجراءات اللي لسه ما انتهتش طبعا بالنسبه له في اجراءات السفر وقدومه من بلده في نيجيريا، وهو طبعا زي ما احنا عارفين كان متواجد عشان ينهي بعض الاجراءات الخاصه به مع المنتخب النيجيري عشان هيكون موجود معاهم في المعسكر الخاص بالاستعداد لكاس العالم. وليد ازارو ان شاء الله هينضم لقائمه الفريق ان شاء الله فجر الغد، وبالتحديد الساعه 4:30 فجر ان شاء الله هيوصل وليد ازارو عشان يكون متاح بالنسبه لكابتن حسام البدري في مباراه العوده امام فريق منانا في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك ايضا ان يمكن صباح اليوم كان في امطار غزيره جدا يا كابتن ابراهيم ويا كابتن عادلي، امطار كانت غزيره شويه بالنسبه للاجواء هنا في الجابون، كان في مثلا بالليل امبارح رعد وبرق وكان يعني موضوع صعب شويه، الناس كانت بتصحى من النوم بسبب الرعد والبرق والامطار الغزيره، لكن مع نهايه اليوم النهارده الامطار ما بقتش موجوده والدرجات الحراره ارتفعت مره اخرى. لكن المتوقع ان يوم المباراه ان شاء الله يوم السبت القادم ان هيكون في ايضا امطار، وده اللي بيتمناه الجهاز الفني واللاعبين بالمناسبه، وده يمكن افضل بالنسبه لهم من الرطوبه العاليه ودرجات الحراره العاليه اللي ممكن تاثر عليهم خلال هذه المباراه. التدريبين الاول والثاني كانوا في الملعب الفرعي الخاص باستاد الصداقه، والاستاد ده بالمناسبه اللي كان عليه نهائي مباراه طبعا او نهائي بطوله الامم الافريقيه ما بين مصر والكاميرون اللي فازت حينها طبعا الكاميرون بنتيجه 2-1. بكره ان شاء الله هيكون المران الاخير وهيكون على ملعب الصداقه، هو الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه. ارضيه الملعب كابتن سيد عبد الحفيظ يمكن راح اتفرج عليها وشافها فور وصول البعثه بالامس، ما عجبتوش ارضيه الملعب قوي، هو الاستاد شكله حلو جدا من بره لكن ارضيه الملعب مش جيده قوي او مش هتكون ميسره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي وهتكون احدى العقبات في هذه المباراه. لكن بشكل عام
التركيز واضح، الجديه واضحه على الجهاز الفني، على اللاعبين، بضروره الفوز والمواصله او مواصله طبعا النتائج الجيده ومواصله البدايه القويه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا طبعا نحو عوده هذه البطوله خلال هذا الموسم لبلاد بطولات النادي الاهلي، يمكن بعد غياب فتره كبيره خلال الفترات اللي فاتت حوالي 5 سنين البطوله دي الفريق ما قدرش يفوز بيها، فبالتالي في دوافع في حوافز كبيره جدا عند اللاعبين والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري لعوده هذه البطوله ان شاء الله في القريب العاجل، ودي اكيد كل تمنيات جمهور النادي الاهلي خلال هذه البطوله. كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم لو في اي استفسار اتفضل انا معاك. امير الحقيقه انت مش مخلينا محتاجين نسالك سؤال، وبحييك على تدفقك وعلى السنس العالي بتاعك ان انت تجمع كل هذه المعلومات اللي تقريبا انت عارف احنا هنسالك فيها او الساده المشاهدين عايزين يعرفوا ايه. بحييك على هذا التقرير، لكن طمني على التحكيم، الحكام منين والمؤتمر الفني ايه؟ هل الاهلي عنده اي ملاحظات عايز يعرضها في هذا الاجتماع؟ خليني اقول لك يا كابتن ابراهيم، يعني طبعا هو المفروض جدا هيكون في الاجتماع الفني، لكن حتى الان لم يصل الحكام ولا مراقب المباراه، فبالتالي حتى انا سالت كابتن سمير عدلي المسؤول عن العلاقات الخارجيه بالنادي الاهلي واللي متواجد واللي كان متواجد كمان قبل وصول البعثه بحوالي 24 ساعه ويسر الكثير من الامور، سالته كل الاسئله اللي حضرتك بتسالها دي، قال لي لغايه دلوقتي انا ما عنديش اجابات، ما حدش بعت لنا اي حاجه، ما حدش قال لنا حتى بكره هيكون الاجتماع الفني فين، الساعه كام، لسه كل الكلام ده ما تحددش حتى اللحظه اللي انا بتكلم حضرتك فيها، لكن اكيد من المتوقع ان شاء الله بكره هيكون في الاجتماع الفني، ممكن يبلغوا الفريق عندنا الصبح ان شاء الله، يقولوا لهم ان شاء الله الاجتماع الفني هيكون بالتحديد الساعه كام، واكيد هيتم الاستقرار من خلاله طبعا على بعض الامور الخاصه بهذه المباراه، طبعا الزي اللي هيرتديه النادي الاهلي والزي اللي هيرتديه فريق منانا الجابوني، لكن خليني بالتحديد اكلمك عن فريق منانا الجابوني وعن الجماهير هنا في الجابون. هو فريق يعني عنده شعبيه لا باس بيها طبعا، وفريق جيد هنا في الجابون، لكن هم عارفين الفروقات الواضحه جدا ما بين الاهلي وفريق منانا، عارفين كويس جدا التاريخ الخاص بالنادي الاهلي، وخصوصا احدى الصحف الجابونيه يمكن رصدت تاريخ النادي الاهلي منذ انشائه في 1907. اتكلمت طبعا عن كل تاريخ النادي الاهلي من حيث موعد انشاء هذا النادي طبعا العريق، وايضا البطولات العديده والعديده اللي حققها النادي الاهلي على مدار تاريخه، وايضا ذكروا ايضا ان هو نادي القرن في افريقيا، وهو اكبر فريق في افريقيا واكثر الفرق مرشحه للفوز باللقب هذا العام ان شاء الله، ففي اهتمام كبير جدا بالنسبه لهم، وفي ترقب كبير جدا بالنسبه لهم لمشاهده النادي الاهلي، هم شايفين ان هم اتفضل هم شايفين ان هم هياخدوا خبرات كبيره من خلال هذه المباراه. طيب الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ طارق قنديل رئيس البعثه، جهوده مع السفاره المصريه هل مسجلين اي ملحوظات او في اي شيء خاص بهذه المساله؟ لا طبعا ما فيش اي ملحوظات او اي حاجه، الامور ماشيه بشكل جيد جدا، التنسيق كان اصلا ما بين استاذ طارق قنديل فور طبعا معرفته بتولي مهمه رئاسه الفريق هنا في الجابون كان مع الاستاذ احمد بكر سفير مصر في الجابون، التنسيق كان قبل السفر البعثه هنا والوصول لبرافيل العاصمه طبعا الجابون، ما فيش اي عقبات حتى الان، هو الحاجه الوحيده بس ان كان في جيم معين وبعض الاجهزه المعينه اللي كان محتاجها الفريق واللي طلبها الجهاز الفني من استاذ طارق قنديل، واستاذ طارق قنديل بدوره بلغ السفاره بدورها قدرت ان هي توفر صاله الجيم المناسبه الخاصه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي من خلالها بيعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه عشان لفك العضلات عشان يكونوا جاهزين من الناحيه البدنيه ولائقين من الناحيه البدنيه بشكل كبير خلال مباراه العوده، وخصوصا ان هي مباراه زي المباراه الساعه 3 العصر، المباراه الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره يا امير، 4:30 القاهرة مش كده؟ الساعة 3:30 عصرا، 3:30 عصرا بتوقيت الجابون، 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة يا سيدي. هل في أي أخبار عندك على نقلها لأي قناة مصرية ولا لسه مفيش حاجة؟ لا حتى الان ما فيش اي اخبار رسميه، يعني في مؤشرات يعني بتقول ان في احدى القنوات الفضائيه هتذيع هذه المباراه بجانب قناتنا طبعا قناه النادي الاهلي، ولسه لكن مش حاجات رسميه او حاجات اكيده حتى الان. شكرا جزيلا للزميل العزيز امير هشام موفد قناه الاهلي الى ليبرفيل، مصاحبا لبعثه النادي الاهلي اللي هتواجه منانا
الساعة 4:30 العصر بتوقيت القاهرة يوم السبت إن شاء الله.